السلام عليكم. على هاد الخرجة اللي غندير و كان خاص يكون لايف غدا، ولكن ما قدرتش نصبر حيت صافي كان نورمالمون خاصني نهضر شحال هادي، مي دائما كيكون الامل في الله ان الانسان اللي مؤمن بالله كيتسنى كيقول الله يبدل الحال بالحال، نصبر ماشي مشكل. الوغ نهار 20 في شهر 11 2023، كما شافوا القليل من الناس ماشي بزاف داكشي اللي كانت حد نط حالي بحال اي مواطنه مغربيه، مشيت ولتجت للقضاء كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا الشكايه فوقاش دارت. وكان صدمه بالنسبه لي، ومن ديك الوقت وانا كنتعالج، يعني نفسيا كنتعالج، وفي نفس الوقت كنخرج نخدم حيت عندي التزامات ليا كبيره، التزامات اللي انا دايرها ومسؤوليه اللي عندي اللي هي كبيره، وانا فخوره بالمسؤوليه اللي عزه الحمد لله كنت قادره عليها. وسكت مع العلم ان تضرب في عرضي وفي شرفي وفي شرف عائلتي وفي ولادي بواحد الطريقه اللي هي خيبه خيبه بزاف، والانتوراج اللي كان داير بيا كله كيتهدد كيتهدد. ما كفاش الناس الشوها اللي وقعت لي واللي انا ما عندي بالعكس كاملين كنغلطوا، كاملين اختياراتنا كيكونوا غلط، كاملين كنكونوا في واحد الوقت ديال ساعه الطيش وبعالي بحال اي بنت. ولكن المهم من هادشي ان الانسان كيتعلم من غلطه، كينقي نفسه كينقي راسه كيولي انسان واحد اخر. هادي من جهه. هاد المده كامله اللي دازت واكيد الناس اللي معايا كانوا عايشين هادشي، وكنقول لكم تهديدات جالسين كاملين هكا بينا في الصفر، تهديدات خايبه الناس اللي قراب ليا، يعني بعدوا منا ولا غتشوهوا ولا غديروا، عياو يصبروا من حقهم، من حق الانسان يبعد عليك لان كيخاف على حياته كيخاف على راسه، من حقهم. وسكت ماشي حيت كنت خايفه نهضر ولا ما عندي ما نقول، كلي ثقه في قضاء بلادي. واخا من بعد انا ما ديكلاريت حتى شي حد، هادي اولا حيت كثرت بزاف ديال الهضره، ولاد ما كيهضرش يهضر ما كيراش. الشكايه هي قدامكم، انا شكيت بدي كونت اللي داروا داكشي، بغيت نعرف حيت التصاور كانوا عند اكس فلان وانا ما كانوش عندي. تخداو التليفون وتخدا حيت داكشي كان في 2018 2017، فما يمكنش غيبقى تليفون من اللي غيتحط في الخبره ديال 2000 ورجع للور، اكيد التليفونات غيتبدلوا وتعطاو له التليفون ضايع. وكنسول على داكشي ديالي انا فين، ما كاينش ما كاينش فين، ما كاينش، عطيوني الرقم الدوسي ما كاينش. واخا كويتها في قلبي وحاولت نوض، درت في راسي صافي ما كاينش، ماشي انا هذيك، وانا كنت نكل من الداخل كنت قتل عرق بعرق كنقول ماشي مشكل. واخا دازت المده من بعد الخسانه ديال اريان، وانا قبل نهار اللي درت المشروع ديالي، يعني راه غارقه كريديات، يعني غارقه وتفكوا الحمد لله، وعاودت غرقت غرقه واحده اخرى. اوكي هذا بعدا واحد التوضيح لبنادم فعز ديك الازمه اللي كنت كندوز بيها، وبنادم بعقله وفي قنواته صاحبي وكتخرجوا كترجلوا على
تسلو على مرأة وكتبغيو تبينوا لبنادم ان هذيك السيده علاش ناجحه وعلاش دوك التصاور ودوك الفيديو تخرجوا حيت هذيك المهنه ديالها الحقيقيه، زائد من اين لها هذا ومنين جات الثروه؟ اش من ثروه؟ اش من ثروه؟ منين شاريه الفيلا ومنين شاريه الطروبيل ومنين دايره البروجي؟ واخا السطور الجاي غادي يبين لكم الفيلا اللي كاريا والطنوبيل اللي كريدي من صوفاك، اوكي، والمحل اللي كارياه اللي دايره عليه شركه، كوني مواطنه كنخلص الضرائب ديالي وكنخلص كل شيء ديالي. اللي حاولتوا تبينوا لعباد الله ان انا ما كنسوى ما كنصلح ورخيصه وشاري هادشي وديره وفاعل، ففعالي فعال اي واحد كيطمح انه ينجح وما يمدش يدو وما يديرش شي حاجه خايبه ويسعاش وما يتكلش على شي حد اللي يخدم عليه. غرقت شيكات عادي، باغا نكبر البروجي ديالي والناس اللي خدامه معاهم الله يرحم ليهم الوالدين تقوا فيا عطاوني رزقهم وتا انا عطيتهم شيكات ديالي، وكنت كنخلص دائما مره نتعطل مره ما نتعطلش. مي الوقت اللي الوقت اللي وقع لي هادشي لدرجة خارجة من الطبيب وما قدرش، خارجة من الطبيب والشيكات كيطيعوا وما قدرش. الوقت اللي خاص تكون نفسيتي ستابل وخاصني رعاية وخاصني شي حد اللي يقدر، ماشي غير طبيب، خاصني نبقى عاملة في الطبيب باش الحالة النفسية ديالي تولي غير كوميم مقاده نط. والمحل ديجا كان كيتصلح وهادشي كله نتوما عارفينه، بنادم ردك لا انت باغا ديري الباز وانت دايره هاد الافلام كامله غير باش تنوضي تخدمي. انا ما كنتش خدامه، علاش ما قلتيش هاد البنت عندها مسؤوليه ديال الدنيا والدين؟ واخا مريضه نايضه مسكينه كتقاتل وكنجي وكنعس بالدواء ونفيق بالدواء لدرجه الوقت اللي خاصني نبقى مكمله دواياتي قطعته، حيت وليت كنحس براسي ما بقيتش كندير المهام ديالي كأم، ما بقيتش كنهضر على ولادي كيف كنت، وليت اغريسيف مع راسي، وليت الناس اللي معايا كاملين بعدوا مني، وليت مدمرة ما قادرش نخدم ما قادرش نهضر صافي تبدلت عيادي تبدلت كلها. وبنادم صاحبي انتو ما جالسين جدين تليفون وكتفرقوا هادي زوينه هادي خايبه هادي زوينه هادي خايبه، واش ما عزوماش ما عايش حتى مع شي حد، ما عارفينو شنو كيعاني، ما عارفينش الحقيقه ما عارفينهاش. وانتو ما كتفرقوا البراءه هذا ظالم وانا مظلوم وسكوت، راه ماشي حيت ما قادراش، راه الحياه وعلاش سكوت غنعيا وعلاش على دوك الولاد باش ملي كبروا ما يلقاوش امهم كتعاطى باش ما نفيقش الحماق على ضرب الحجر اللي ما عرفش يعاود يعرف. وتاني بقيت كنطلع وكنزل ومع العلم عندي لي بروف وبنادم كيكذب وكيخرج في عينيه. ونات مشيت بدلت المحامي وشوفت محامي واحد اخر وجمعنا كلشي تاني شويه كتلقاي كتعكل لك، المهم شي ما خاصني كلشي تادي شويه كتلقاي كتعكل لك، المهم شي ما خاصنيش انا ناخذ حقي. وهذا الشيء ماشي حيت القانون ديال بلادي ماشي نازي، بالعكس القانون ديال بلادي نازي، مي كاينين بعض الناس اللي قاطعين يدهم من رحمة الله، قاطعين يدهم من رحمة الله باغيين يدمروك باي طريقه، لدرجه وليت كنقول انا شكون، انا شنو عندي؟ مع العلم اللي باغي يدمرك عارف كتقاتل وعارف نقطه ضعفك شنو هي. كنت فاجأ كي قلت لكم غرقت بالشيكات حيت انا خدامه عندي ناس خدامه معاهم، بديت معاهم من شحال هادي كيدخلني واحد الصفحه هادي
كيدخلني واحد السالير فيكس بزاف ديال الناس اللي خدامه معاهم، ناس عندهم كفؤين، ناس اللي ما عمرني كنت غادي نحلم نوقف في الخدمه معاهم، حيت ولات بياتنا عشرة بزاف ديال الحوايج، وما عمري فكرت شي نهار نضربهم بشي حاد. بالعكس صافي كنقول هادي غتخلص هادي وانا غادا كنتقاتل. كنت فاجأ عندنا هادوك الناس كاملين في دقة واحدة كيحبسو الخدمة معايا، وانتظار قائدا شنو اذا الدمار هيا ويصبروا على نفسي دي الدمرات. مبقيتش قادرة، وبنادم كيقول لك انا دابا بقيت بوحدي، انا بقيت بوحدي ما عندي تجي حد، تجي حد ما بقى معايا. من حقكم، من حقكم عادي، لسلامة ولادي والخوفي واللي تسد عليهم. بعدتهم على هاد هادشي اللي كنعيش فيه انا، ماشي مشكل نخسر كلشي الا ربحت عقلي ونحطم حلم حياتي باش الحلم ديال ولادي يكبر، ماشي مشكل. فرأي لا سكت شحال هادي، ماشي خوف والله ما خوف، مي كنت كنتسنى القانون ياخد لي عقلي، مي للأسف هادشي مكانش باش نبرد ونكمل ونكمل داكشي اللي بديت. توصل لبنادم صاحبي، بنادم يشوفك انتي طايحة وباغية ربي غير تعاودي تنوضي توقفي غير شوية وتخلصي الناس اللي كيزعلوك، حيت انا ما عارفة لحد وماشي ما بغي نخلص داشي واحد. انا هادشي اللي كندوز فيه ربي اللي عالم، ربي اللي عالم. ديك القضية ديال الرجوة كوني قوية وديري القانون، غير ما تخدا حتى شي حاجة غدي، ما تخدا حتى شي حاجة، حتى شي حاجة ما تخدا. وبنادم باغي يصيفطك للحبس، يلا تجيب واحد 4 سنين ولا 5 سنين هكا، ونتي باغا تخلصي الناس غير خاصك مولا باش تنوضي. شدو على مرحلة وصلوني ليها، ضربة الخوف ديالي تخدع ولادي العيزة اللي انا طبعا عيزة. فإذا انا وقعت لي شي حاجة راه ماشي صدفة، فإذا جي كانت تهزو مشاو لعند شي حد اخر راه ماشي صدفة، انا جي كانت عارفة لمن عطياهم، وانتوما وراني درت معاكم كاملين باش تعطوني فرصة انني نوض نشوف صاحبي الدمار اللي وصلت ليه. راه ماشي غير ما كنرضاش، راه نفسي الفوق غير هاد الخرجة اللي غادي نخرج، واللي بغا يتشفى واللي بغا يضحك. دمرتوني دمرتوني، شكون ما بغيتو تكونو دمرتوني، ولكن خليتكم تدمروني وما انتش درت نفس داكشي اللي دار ليا على ولادي. الحياة وعلاج على ولادي، وعلى ولادي مستعدة نزطم على داكشي كاع اللي بني، الحياة وعلاج على ولادي، وعلى ولادي مستعدة نزطم على داكشي كاع اللي بنيتو، حيت انا ما بلاباس عليه، ما تا شي واحد دار ليا، هادشي درتو لراسي وبنيتو لراسي ووقفت على راسي، تا واحد ما دارو ليا. فقدر نحطمو والناس كاملين اللي كيتسالوني نعطيهم رزقهم ونخرج من هنا، حيت ما بقيتش قادره على الشر وعلى الغدر اللي في بنادم، بقيتش قادره عليه. ما يمكنش غزك تكون في حالهم يا غتسطى، ما يمكنش. ما طلعش اليوم فاش نبقى في شي واحد او لا ندير راسي ضحيه، بالعكس انا تجي كامل درتو لراسي، انا كنخلص اغلاطي فقط وكنقولها وراسي مرفوع ما
ان دلتجهد من غير الله وحده، وما بغيتيش بقى عليا تجهد، حيت انا تعلمت درس غايب غايب غايب، والحمد لله ان ايماني بالله قوي، وان ربي عطاني زوج ديال الكنوز ديال الملائكه اللي هو ولدي وبنتي، نتقطع عليهم وجسوي فياغ وغيكبروا وغيشوفوا امهم اش دارت عليهم، وما ندلت جهد وما يصفق ستيوبير كاع ندخل للحبس، وانا معروفه والناس اللي خدمت معاهم عارفين رجل واقع لي، عارف شنو كيتطبخ ليا من اللور، راه ولادي والله لا سمعت بيهم، والله لا سمعت بولادي، راه الحرب اللي نوضت على ولادي ما نوضت حتى شي وحده، وكنت مرأة وقفت فإلا كانت شي وحده اللي غنطلبها وغنترجاها توقف معايا في حاجه وحده، انا ما كنطلب من حتى شي واحد شي حاجه من غيرها فقط، فانا من بعد ما غنفك هاد المشاكل ديالي كاملين، وكنعتذر منكم كاملين، ما بقيتش قادره نبقى هنا، كنبغي بلادي وكنموت على بلادي وكلشي كلشي في بلادي كان عباق عليه، وكنت باغا نزيد ونطمح ولادي نقريهم ويكونوا شي حاجه في البلاد، من الاسف فهادشي كله ان شاء الله غيتحل، وغنحاول نبيع كلشي اللي عندي، اللي بغى يجي ياخذ الشركه، الشركه بعلى على كريدي لدى شي حاجه، الطوموبيل غترجع، الدار غتطلق، الناس اللي كيسالوني فلوسهم غادي يتخلصوا، وصافي انتهت حياة الرجوة في المغرب، او العلم الرجوة في المغرب، ماشي فمن بعد ان شاء الله ما غنسى عليا هادشي كنتمنى، وغنعاود نقول الوحيدة اللي كانت رزام بعد الله، اقول لك انا لا اللي عطيتيني فرصه انني نكون ام كفيله وناخذ هاد الاجر اللي عندي عند الله بسببك، وبسببك بنتي عاجت، وبسببك الملايين ديال الامهات او الاباء تعطات لهم فرصه انهم ياخدوا معاك هذا الاجر الكبير عند الله، وعطيتيهم فرصه انهم يحسوا بغريزه الامومه، هذا نداء للحسنه الحنينه في كاع اليتامه اللي عتق الملايين ديال اليتامه اللي منهم انا، اللي بسببك عرفت بنتي، فكنت رزاك على لا، ما بغيت منك والو، ما بغيت منك والو على لا، فقط بغيتكم انا لا تعاونوني في الوراق ديال بنتي، حيت هادي 3 سنين هما فيهم مشكل، مازال لا نقدر ندير لبنتي باسبور ونقدر نخرجها معايا قانونيا يعني. وما نقدرش نغون الثقة ديالكم فيا لا، حيت عطيتوني فرصة وعطيتيها لي، بارك الله فيك وعلى داكشي اللي كديري على جل دوك الوليدات، فبغيتك انا لا فقط تعاونوني باش نكمل الوريقات ديال بنتي باش نخرج قانونيا يعني، حيت انا ما دايره حتى شي حاجة اللي كتحسم بلادي، ما سارقة ما دايره حتى شي حاجة لبلادي خايبة، بالعكس بلادي كنبغيها تقبل هنا ولدي، ولكن للأسف انا لا سامعوني، فغنضطر انني نخرج ولادي شي بلاصه بعيده، حيت كاينين بعض الناس اللي خايبين ما عرفتش كيفاش غادي نزرع عليكم،
ما يقدر تجي واحد يحس حيت واحد وطايح في المصيبة. فتقبلوا مني على الله هذا الطلب، جزاكم الله بكل خير، وعاونوني فقط باش نكمل وريقات بنتي، وان شاء الله رانا يوم بغيت تكبر راه غنجيبها وغنرجع لبلادي من تقد حالتي. وهادشي اللي كاين، اسمحوا لي، عمري في حياتي ما كنت تمنيت نوصل لهاد المرحلة، ولكن عذروني دارنا سمحوا لي، ولكن عذروني دارنا سمحوا لي، سمحوا لي دارنا على كل شيء. هادي هي الحقيقة اللي كاينة، وانتم عارفين شنو كان عيش، انتم عارفين ما بقى عندي حد، ما بقى معايا حد من غير الله وانتوما. كان اعتذر من اي واحد الى صدرت مني شي حاجه خايبه بدون قصد، حيت عمري ما فكرت نادي مي الناس اللي كتشوفني. كان اعتذر منكم، كان اعتذر منكم بزاف، الناس اللي كتاديو، الناس اللي كتاديو فين غتنعسو، راه والله ما دايما فين كتنعسو، واش عارفين شنو هو بنادم ينهز كيدعي كيقول حسبي الله ونعم الوكيل، اشنو هو اليتيم هيبات مخور، راجعوا نفسكم يا هاد الناس. حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، فهادشي اللي وصلت ليه حسبي الله ونعم الوكيل. اما الناس اللي كتبقى تجلس هادي الجروبات حلين الصفحات كدوز تجلسو تطعنو وتردو، بنادم خايب، بنادم غدار، بنادم كيبيع صحابو، بنادم كيدير، واش ما كتباتوش، واش كتباتو هانين، ما كتباتوش فراشكم، واش نتوما عايشين معايا، تعرفي شنو كاين، تبدلوا اصاحبي وبركه ومتسوا بنات بلادكم، تبدلوا بهادو. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.